السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساطير البيم، كلمة أساطير اللي هي ليجندز، دي حاجات بتحكي حواديت خارقة للطبيعة، سواء بيتكلم عن أعمال آلهة الرومان والإغريق وأسطورة جلجاميش، أو بتتكلم عن أبطال زي هركوليز، أو بتتكلم عن شخصية حصلت حقيقية زي رشاد قلب أسد، أو بتتكلم عن مايك أرثر. حاجات بتروي حاجات خارقة للطبيعة، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. ففي بعض الأساطير حوالين البيم، من أهمها إن البيم للمهندس المعماري. خلينا نقول إن فعلا المهندس المعماري كان بيعمل موديل أو بيعمل ماكيت حتى قبل وجود الكمبيوتر، كان بيعمل ماكيت بحيث الماك يقدر يتخيل شكل المبنى اللي هتعمل إزاي. فبيعمله سواء بالكرتون، سواء بالمعدن، سواء بالخشب، المهم بحيث ان يبقى في ماكت للمبنى مصغر، تمام. فده موجود فعلا من زمان، ما كانش بيبقى فيه شغل كهروميكانيكال، او هو بس التركيز على الشكل المعماري الخارجي. بس في وجود البيم لازم يكون كله موجود، لان احنا لو عملنا المعماري بس فده اسمه ليت البيم، ده بيم ناقص، في اجزاء كتير ناقصه، ان مش هتقدر تعمل كوردينيشن على سبيل المثال، فيها كتير جدا هتفقدها من قوه البيم. انما لو قدرت تعمل كل السيستم فده هيبقى بيج بيم، هيبقى بيم فوق الجوده او بيم كامل، فتقدر تحصل منه على حاجات كتير جدا انت هتستفاد منها. فلو في شركة قالت لك احنا هنعمل القسم بتاعنا المعماري الشغل بيم وتصدر بعد كده دي دبليو جي للانشائي وكهرو ميكانيكال، فده كده البيم مش كامل، تمام. طيب ايه الحاجات التانية؟ الصورة التانية عن البيم، ان البيم مجرد اداة للديزاين للتصميم. لا هو مش مجرد بس كده، لا ده في حاجات كتير جدا في مزايا البيم هتقدر تحصل عليها. اهمها الجانب الانفورميشن، ان تقدر تدخل كل المعلومات وتقدر تحصل على كل المعلومات اللي انت عايزها، مش مجرد شكل وخلاص، لا في حاجات كتير جدا هتستفيد منها. لذلك البيم وكل واحد بيبص من اتجاه، فلا لازم تبص من كذا اتجاه فهتلاقي كذا حاجه. يعني انت تعبت لما تحصل على الموديل فتقدر تحصل على اكتر من حاجه، فتقدر تعمل محاكاه للحاجه، المحاكاه من ناحيه نقدر نعمل سيموليشن مثلا من ناحيه الرياح، من ناحيه الزلازل، من ناحيه الانشائي، من ناحيه الميكانيكا، من ناحيه الاناره، كل حاجه تقدر تعملها كتير جدا 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 في النموذج بتاع البيم. في صورة ثانية، ان البيم بيجي في صندوق، يعني بيجي في صندوق، يعني البيم مجرد ان انت بتجيب حد فاهم بيم، واحد فاهم بيم وبتجيب برنامج سطاب وخلاص كده عندك بيم. لا البيم بيحتاج ان انت تغير في هيكل الورك فلو بتاع الشغل، وتغير في تفكير الناس. البيم ما ينفعش مع ناس كل واحد عايز يحصل على المعلومة بس وما شاركش مع الاخرين، فلازم في تغيرات بتحصل في المنظمة على أساس إن النظام ده يشتغل كويس وإن البيم بيبقى موجود كويس. في كتاب عاملينه في بيم عربي عن الموضوع دوت، إن إزاي نعمل بيم إمبلمنتيشن في قلب الشركة، مش مجرد إن أنت سطبت برنامج يبقى أنت عندك بيم، لأ لازم حاجات كتير جدا 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 بنعملها على أساس إن إحنا نحصل على بيم. لأن ممكن في شركات كتيرة بتسطر البرنامج وتبدأ تشتغل واحنا عندنا بيم، بس فعلا هو ما عندهمش بيم، هو عنده برنامج معين بتسطبه خلاص، بس هو بيشتغل بنفس الطريقة اللي شغال بيها في اوتوكاد. يعني مثلا كل واحد شغال لوحده، هو عامل ملفات ومقسمها وكل واحد شغال لوحده وشغالين ورك شيرنج مع بعض، فده ما ينفعش بقى نسميه بيم. الصورة بعد كده ان البيم هو الريفت، لا البيم تقنيه او فلسفه، برامج كتيره بتحققها ايا كان البرنامج اللي انت تستخدمه، المهم يكون بيحقق المفاهيم الاساسيه اللي موجوده في البيم. زي مثلا ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر اقدر اخد كل المعلومات اللي انا عايزها، تمام. فلذلك لو حد اداني موديل كتله واحده وقال لي هو ده البيم، لا ما انا لو عملت سيلكت، ما انا بعمل سيلكت على المبنى بتجيب لي معلومات المبنى، ما بتجيبليش معلومات كل حيطه، فده ما بقاش بيم. لو انا غيرت في سيكشن اتغير في البلان، لو ما بيحصلش كده لا يبقى ده مش بيم. لو محطوط على كذا ملف كل ملف منفصل مستقل بذاته ده ما بقاش بيم.
تمام. دي بعض الأسطر الأساسية في موضوع البيبي.